السلام عليكم بنات، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوني غبرت عليكم، عارفه راسي عرفتو لقيتوني جايه لاكل، وهاد الدروج كيسخفوني سخفت. المهم بقاو معايا، شارك معاكم هاد النهار، معرفتش كيفاش غادي يدوز. المهم قمت التليفون وصور وبديت كنفلوغي وصافي. المهم بقاو معايا. ايوا يا البنات، لقيتوني عادي. تعرفوا على السم من برا، السم 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 البرد، عرفتي لي الدين ديالنا كيبغيو يطيروا مع الثلج اللي طايح في بودير. عرفتوا البرد البرد، انا ما قديتش حتى نخدم في لاكول بالصيف، كنسخن يدي السشوار عاد كامل في لاكول. دابا لقيتونا غادي نفطر. المهم كيف ما شفتوا زدت الباتيسري، جبت شي حاجه ما نفطر، ودابا غادي نفطر. رجعت معكم الحصوم بعد ما فطرت، وكيف ما شفتوا ما كنفطرش انا شي فطور اللي زعما صحي ولا شي حاجه. ما كناكلش الزيت البلديه، ما كناكلش الزبده، ما كناكلش هذاك سميتو البيض، ما بقيتش كناكلو. المهم وليت كنفطر فطور ماشي صحي، ولكن المهم باش ناكل كنشرب حليب ولا حليب بالشوكولاط وصافي. هادشي ما كندير شي بتسواري ولا بميلفاي ولا مهم شي حاجه اللي زنقاويه، شي حاجه ديال الدار ما بقيتش كنفطر بها، ما حيت ما عنديش الشهيه كاع. اللي عنده شي صفي يعطيها لي، حيت الشهيه مشات لي، ما كناكلش كاع. نقدر ناكل جوج وجبات في النهار، هادشي اللي كاين. المهم من بعد ما فطرت مسحت وجهي الميك اب وبدلت حوايجي، وجيت بغيت نشارك معكم واحد لي سبراي خديتهم من لا مارك ماي واي، زوينين. هذا سميتو لوز، ها هي مكتوبه هنا سبراي، وعاطر لي الجسم هاد الشي بالكم. وهذا سميتو راس بيري، هذا فيه الفريز والفرامبواز، وهذا ما عرفتش باش مصايب. المهم هذا كتحسوا به ملي كتشموه، كتحسوا بلي فروي سكري، حتى هذا سكري، ولكن ما عرفتش ديالاش. المهم غزال. المهم هذا من كود كور، وهذا تا هو زوين من لا مارك ماي واي، زوينين وماشي اشهار. هادو خديتهم فلوسي، هي جبوني بغيت نشاركهم معكم. كما كتعرفوا السبراي ديال الحب مور ما كدوشو كترشوه على اللحم ديالكم كامل، زوين ما كيلهج ما والو، والريحه كتبقى فيكم غزاله، كتبقى فيكم بزاف وزوينه، كتحسوا بواحد الانتعاش، كتحسوا براسكم دوشتو. وهذا والثمن ديالهم ماشي غالي، كيديروا شي 33 درهم قيل الواحد على ما عقلت. وكيف ما كتعرفوا ماي واي عندها داك الشيء زوين، الا كتعرفوها بزاف كيعرفوا ماي واي، عندها داك الشيء زوين ماي واي، وثمن مناسب لا من لي شامبو. المهم انا ديجا كنعرف ماي واي، داك الشيء علاش خديت على داك السيده، كناخد على واحد السيده كتعرفها ماما، كتجيب داك الشيء ديال اوريفلامو وماي واي،
وداك الشيء علاش خديت ديال ماي خديت هادو ديال ماي واي، حيت ديجا شيماء اختي خدات واحد البوكس عليهم عامر بداك لي برودوي اللي وجاه وديال الروائح عندهم داك الشيء ثمن مناسب والكاليتي زوينه. صافي المهم بغيت نشاركهم معكم، زوينين زوينين كنتمنى تاخذوهم. او شي وحده كتجيب من ماي واي عادي تجيبهم لكم، او تما ثمن رخيص وزوينين زوينين رابور كاليتي ديالهم، راه الثمن ما كيبانش حدا الكاليتي ديالهم. وصافي البنات المهم مشينا نتحشى في الكشاف، واحد البرد في تازه، واحد البرد زعما واش نتوما عندكم هذا البرد في المدن ديالكم؟ عرفتوا واحد كنحس بواحد البرد في تازه ماشي طبيعي، ماشي طبيعي كاع عرفتوا البرد، واش حيت طايح الثلج ما عرفتش، والشتا البرد اللي عرفتوا واخا كنشعلوا الشوفاج كيبقى البرد. ايوا صافي مالنا ما نديرو، هذا هو وقت البرد الحمد لله، الله يعطينا الشتا على قد النفع. وصافي مشي نتحشى في الكشاف، تيجي وقتي ونولي عاد نوض نوجد راسي باش نمشي. تهلاو هنا رجعت لكم البنات من بعد ما فطرت، عرفتوا مع هذا البرد تحيتي في الكشاف ما درت والو، باقا بديت ندير والو عرفتوا، الموت البرد الموت 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 عرفتوا. دابا راني خارجه لبست هذا الكاب هذا، وخا تلبسوا اللي لبستو ما كيشد لكم، كتشوفوا فيا الناس ما كيشد لكمش البرد عرفتوا، البرد 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 خصك الا بغيتوا تسخنوا خصكم تخرجوا بكشه، والله الموت الموت الدين ديالي هادي ترى انا كنرجف والله الا ماشي كنرجف. المهم غادي نخرج دابا خارجه شويه بكري باش ندوز للمركب ناخد شي حوايج خاصيني، ناخد شي ماد لي لونتي وشي حوايج بحال هكا، وديك الساعه نمشي لليكور بقاو معايا. دابا يا البنات لقيتوني عاد خرجت من ليكول وجيت انا وصاحبتي جينا ناكلو حيت ما تغديتش، جينا ناكلو محلاه والله ما ننسى والله ما ننسى قد ضحكني، جينا ناكلو في محلابه ديال المارشي عرفتو احسن، ديجا قلتها لكم في واحد الفلوج احسن محلابه كناكل فيها الرايب، شوفوا شوفوا الرايب ما كيطيحش ولا صافي بارك الله. شوفوا والله الا الرايب شوفوا ها شفتوا ها هو ما كيطيحش باش تعرفوا الزبيب هاي. وجينا دابا ناكلو ناكلو حنا الرايب وحريشه خيتي ولا يلا فيا الحال لا هكا باش نوريها من هاد الجهه اش كتعوجي يدك لا ماشي هكاك جبتي لها الاخر ديالها صاحبتي راهي فيها التيكيه حالك كتقلب واه هذيك المهم هاد هي لاصقه لكم راهي ما صافي. ايوا البنات كيف ما كتشوفوا هكا كندوز النهار ديالي، ماشي شي حاجه لي سبيسيال، ما كندير شي حاجه لي سبيسيال، اي كنمشي ليكول وكنجي ومع هاد البرد عرفتو ما كنقد ندير بعدا والو في الكوزينه هاد الايامات، هاد الايامات البرد بزاف هاد الايامات بعدا والله ما كنقدر ندير والو، هي ماما مسكينه اللي كتغسل داك المعان وداك الشيء كنخمل هي بيتي.
ايوا وصافي كيف ما شفتو كيدوز نهار عادي، كنمشي ليكول، جات شي خدمه في ليكول ولا كانت عندنا شي حاجه راني كنديرها، ما كانش كنبقاي جالسه وصافي. ومن بعد كنخرج انا وصاحبتي الا كناكلو برا ولا كيف ما شفتو خرجت كنقلب على واحد الجاكيطة ديال الفورير، ما لقيتهاش، ما لقيتش داك الجواكت كاع، ما لقيتش اللي بغيت. دابا انا باغا وحده بحال اللي عند صاحبتي، ومنين مشيت قلبت عليها لقيتهم تسالاو عند منين خداتها هي، وكنلقى هي القصارين كاع، ما عنديش مع القصر بزاف، ولا كنلقى الطوالين كاع، ما كنلقاش هذيك اللي بغيت، ما كنلقاهاش. عرفتوا شحال وانا كنقلب كيف ما كنت تكونوا شفتوا، لقيت وحده وما عرفتش واش نشريها ولا لا، راني مازال في الشك والله ما عرفت. ولكن واحد السيد قال لي نقدر نجيبهم لك هذه واحد السيمانه، ايوا صافي ما عرفتش واش نتسناه ولا نمشي ناخذ هذيك اللي لبست. المهم قولوا لي كي جاتني هذيك اللي هادي تشوفوا في لا فيديو، قولوا لي كي جاتني وجاتني زوينه، حيت هي كتلبس على دو فاز، وانا بغيت الفورير هو اللي بغيتو، ما بغيتش داك الفاس الثانيه. المهم قولوا لي كي جاتني ولا عجبتكم وقلتوا لي جاتني زوينه نقدر نمشي ناخذها. ايوا صافي كيف ما شفتوا عرفتوا والله البرد، انا عارفه قتلتكم هذه الهضره، ولكن البرد عرفتوا البرد نيش، انا دايره الشوفاج باش كان نسخن، عرفتوا البرد، الدار بارده ما عرفتش واش حنا ولا كاملين، الدار الموت، الماء مقلاصي برا، المود البرد والشتا. ولكن هذا البرد جاني هذا العام قاصح والله، جاني قاصح بزاف ما عرفتش علاش. ايوا صافي المهم كان هذا هو لا فيديو، كنتمنى يعجبكم الحمد لله. كيف ما قلت لكم الحمد لله على هذا الشتيوه، وما نبقاوش كنقولوا البرد المهم الحمد لله على هذا الشتيوه راه مزيانه، الله يعطيها لنا على قد النفع. ايوا صافي كيف ما شفتوا كان هذا هو لا فيديو، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تخليوا لي لايك، وما تنساوش تخليوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتني داك الجاكيت ولا عجبتكم وشفتوها فيا زوينه، قولوا لي واش ناخذها ولا لا. وبالنسبه للفيديوهات اللي تبغيو تشوفوا منا القدام ان شاء الله، خليونا في لي كومونتير شنو بغيتو. واحد البنيته خلات لي في لي كومونتير ديال واحد الفيديو القديم، بغات فيديو ديال شي وصفه اللي كطول الشعر وتكون كتصلح حتى لهذا الشعر الدهني، الشعر الناشف كتكون كتصلح له. عندي واحد الوصفه جربتها وغادي نعاودها معكم ان شاء الله، هي زوينه، انا عاد جربتها ولكن حسيت بشويه شعري بحال اللي تبدل شويه، كتخلي ريحه زوينه في الشعر، ومهم زوينه غادي نشاركها معكم، كطول الشعر وكتخليه زوين، كتخليه ما يتساقطش بزاف. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.